ثالث جلسة لمحاكمة معتقلي حراك الريف، المجموعة اللي تسمى بمجموعة نبيل أحمجيق ومن معه، اللي فيها 19 متابع في حالة اعتقال وثلاثة في حالة سراح. كترج اليوم كيتقدموا السادة المحامون اللي كيمثلوا واحد العدد كبير من الضحايا اللي ما كانش الى حدود الجلسة، اللي نفاجأ اليوم بهم، وهو عدد كبير اللي كيوصل حتى ل 169 اظن ضحية اللي كيبغاو يتنصبوا عليهم كمطالبين بحق المدني، وعلما بان العدد ديال المتابعين كما رايتم فهما 19 متابع. اذا نحن هنا امام تقريبا بحال غزوة بدر، كل 20 ولا 30 غيكون ضربهم واحد. اذا هذا للاسف الشديد هذا هو الواقع الحالي. فالمحاكمه نظرا لعدم جاهزيتها اجلت لجلسه 24، والان حنا غادي ندخلوا باش نرافعوا في الصراح. هادشي ناتج من سياسه التأويل الحقيقه ديال اداره السجون، اللي كتقول لنا ما كاينش الاضراب عن الطعام، واللي كتحمل مسؤوليتها واذا وقع شي حاجه انس الخطابي كان خصها تقول كاين اضراب عن الطعام، هالوضعيه والحاله ديال 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 المضربين عن الطعام، ماشي تكذب. كتبت تعيارة ما يمكنش تخبع الشمس بالغربال، كتجي واحد الساعة اللي ما تحت الساعة اللي كتبان الحقيقة. أنت أستاذة، حيد أستاذة، عندك أستاذة.